شفتوا بديت سهلة صلحتها معكم ما شاء الله تبارك الله، شفتوا لونه شلون كنه ذهب والريحة ما شاء الله تبارك الله، لا فيها ريحة زفرة ولا زخامة ولا أي شيء، ريحته تفتح النفس ما شاء الله. الحين بسوي مناه رز أبيض، ماني بحط سمن ولا زيت ولا شيء، بحط من بديت سهلة، بوريكم شلون يتفلفل الرز وش زينه. كثير دخلوا علي يقول تبيعين أنت يا ماما سارة؟ لا ما أبيع، أنا بس علمتكم شلون الطريقة بس، ولا ما أبيع، منين أجيب لكم شحم؟ لازم أتعاقد مع المسلخ يجيب لك اليوم 20 خروف، لا صعبة بالمرة، بس أنا وريتكم الطريقة عشان إذا جتكم ذبيحة جاكم شيء ما تكبون الشحم، تستفيدون منه زي ما شفتوا. تأخذون منه تحطون بالجدر مغرفة صغيرة، مغرفة كم 3 مغارف على حسب طبعا رزكم، كشنوا بهالبصل ما شاء الله تبارك الله، كشن البصل بودته الحين كبوا عليها الرز، حركوه قبل تحطون الماء عشان تصير مفلفل كل حب الحال. الحين املحوه، صحب ملح خشن احسن للطبخ يبين طعمه، كان الابيض لا تبتدي تحطين ما يبين، احط شوي، ها شوفوا شوي عشان تقولين انت تستخدمين يا ماما سارة الماجي الابيض وهو مضر، شوي انتيف شوفوا ها، ان شاء الله انه ما يضر ان شاء الله باذن الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. واحد تقريبا نص ملعقة من بهار ماما سارة الأبيض بهارات البيضة يعطي طعم بالمرة روعة. تحركه سوا، حركه لين كل حبات الرز تتغلف بودته، بعدين أصب عليها الماء الحار. الحين خلاص حطيت عليها لوب فلفل حار، والحين بصب عليها الماء المغلي يدوب اللي يغطيه ما كثير، بعدين أشوف إذا يحتاج زيت بس اللي يغطيها. بناتي المبتدئات اللي بيتعلمن هذه طريقة الرز الأبيض، خلونا نشوف مع بعض رز ودته شو ما شاء الله، شو شلون البياض، شو شلون نثري، شو شلون متفلفل، شوف اللمعة اللي فيه، شفتوا اللمعة والريحة، الله ما أحكي لكم كنا ريحة ذبيحة ما شاء الله، كنا ريحة رز عزيمة ما شاء الله. حب الحال ما شاء الله تبارك الله، هذا رز ودته شفتوا ودته ما تلعب، مو بس للجريش وبس، شوفوا شلون تل الرز صحي ما شاء الله، ولا نقول فيه كوليسترول ولا فيه نقول مواد ضارة ولا شيء، طبيعي 100%، شوفوا شلون، شوفوا كل حبة الحال تنين متعوشات ما شاء الله. هذا رز ودتسه، لا قالوا لكم رز ودتسه.